بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا مع بعض في المحاضرة السابقة عن الكاي سكوير ديستريبيوشن والكونتينجنسي تيبلز، وشفنا كيف بنحسب الكاي سكوير، والآن وقدرنا نحدد إذا في علاقة بين متغيرين ولا لا، والآن بدنا ننتقل لتحديد مقدار هذه العلاقة أو الماجنيتيود تبع هذه العلاقة، يعني مقدار هذه العلاقة قديش ممكن تكون. طيب أوكي، شفنا مع بعض كيف بنحسب الكاي سكوير وكيف بنقدر نحدد عن طريق الكاي سكوير إنه في علاقة بين متغير ومتغير آخر، على شرط إن المتغيرات هدول متغيرات فئوية categorical data. تمام، الآن قلت انه في علاقه، طب ما مقدار هذه العلاقه؟ يعني قديش، مين اكثر من مين؟ يعني انت مثلا انت شفت لي العلاقه بين الميل والفيميل واستخدام ومرض السكر مثلا، يعني هل الجنس له علاقه في مرض السكر؟ يعني الفيميل مثلا عندهم، قلت لي بكاي سكوير انا جبت مجموعه من الناس ميل وفيميل وسالتهم عندك سكر ما عندكش، يس نو. فالميل جابوا كان في ارقام عندهم سكر وميل، وفي ناس ما عندهم سكر وميل، وفي ناس عندهم سكر وفي ميل، وفي ناس ما عندهم سكر وفي ميل. فصار في عندي اللي هو كونتينجنسي تيبل اللي هو الاربعه زي اللي شفناهم هذول. تمام، لكن بضل انا ايش بدي، وحسبت لي الكاسك وقلت لي في علاقه، طب اوكي في علاقه، لكن مين اكثر؟ يعني الميل مثلا اكثر من الفيميل ولا الفيميل اكثر من الميل؟ عشان نعرف هذا الكلام في حاجه اسمها الريلاتيف ريسك والاودس ريشيو، هم اللي بيقدروا يقولوا لي هذا الكلام. ايش يعني الريلاتيف ريسك وايش يعني الاودس ريشيو؟ اول حاجه بنحكيها انه الريلاتيف ريسك هذول وهذا بنستخدمه لما بكون في عندي دراسة prospective study، يعني دراسة أنا ماشي فيها إلى الأمام، يعني أنا بتبع في الناس، هم الناس مش مرضى وأنا بتبع فيهم إيش الريسك فاكتور اللي بتعرضوا إلها، واللي بيصير فيهم مريض بسجله. تمام، الأودس ريشيو بنستخدمه لما بكون أنا فيش عندي معلومات عن الناس هذولا، يعني ما تبعتهمش، لكن انا اجيت في وقت معين وبدأت ادرس فيهم، فهم اوريدي كانوا مرضى كانوا معينين، لكن بدأت اسال فيهم هل انت كنت تعمل كذا، شفت الاكسبوجر، بدأت اسال عن الاكسبوجر زمان، انت كنت تدخن ولا ما كنتش، فبطلع حاجه اسمها اودس ريشيو. تمام، اللي انا بدي اياكم تفهموه انه المقياس تبع الريلاتيف ريسك او الاودس ريشيو الاثنين بيدوا نفس المدلول، بتختلف نوع الدراسه. في الابيديمولوجي بيكون تركيزنا على ايش نوع الدراسه ومين اللي نحسبه، مش هذا موضوعنا. في الاحصاء موضوعنا كيف نحسب سواء الريلاتيف ريسك او كيف نحسب الاودس ريشيو وايش ترجمته. اولا ايش كيف نحسبه وكيف ترجمته. اولا الريلاتيف ريسك لو انا حكيت فيه وفرجيتكم اياه، لو انا في عندي كان هنا كونتينجنسي تيبل زي هيك A B C D زي اللي اخذناهم توي، وطلعنا منه اللي هو الكاي سكوير، والله طلعت كاي سكوير طلع في علاقه، نفترض الحسبه اللي حسبناها توي تعلمناها كويس، بسالك طب بالله لو سمحت قديش مقدار العلاقه؟ تروح انت بتسالني بتقول لي ايش نوع الدراسه، بقول لك بروسبكتيف. اذا قلت لك ايش يعني بروسبكتيف، يعني مثلا كوهارت ستادي، longitudinal study، بتقول لي يعني prospective study، بتقول لي بدي احسب لك الريلاتيف ريسك. لو انا حكيت لك cross sectional study او case control study، بتقول لي لو سمحت بدي احسب لك الاودس ريشيو. تمام، هاي الفرق. اذا نفترض انه انا في عندي دراسه prospective study وانت بدك تحسب لنا الكاي سكوير، حسبته لقيت فيه علاقه، فقلت لك قديش مقدار العلاقة؟ بتقول لي استنى احسب لك الريسك ريشيو اللي بنسميه ريلاتيف ريسك. ايش يعني؟ يعني الريسك في المجموعة الاولى هذه قديش مقدار الناس، قديش مقدار الناس اللي هنا مرضى، نفترض انه هنا الديزيز ستيتس، ملاحظين بريزنت ومش بريزنت، في ديزيز هنا موجود هنا لا، هنا الريسك فاكتور موجود او مش موجود، يعني اكسبوزد نوت اكسبوزد. تمام، قديش هنا في مرضى عندهم الريسك بين الناس اللي تعرضوا للخطر، هاي الاكسبوجر للريسك، المرضى عددهم كان ايه على اللي تعرضوا للخطر كلهم A و B، مش هدول كلهم تعرضوا، هاي بريزنت الريسك موجود، لكن اللي صاروا مرضى منهم بس هدول ايه،
إذا A على A زائد B هذا الريسك among مين؟ among exposure، أو هذول الديزيزد، هيهم الديزيزد among مين؟ exposure، هذول اللي تعرضوا كلهم الA والB. طيب والريسك اللي هو among non exposure يعني الديزيزد الناس اللي عيوا هيهم among non exposure هذول ما تعرضوش، لكن رغم هيك عيوا في منهم عيوا هاي ديزيز صاروا، فهم C على C زائد D على التوتال. تمام؟ إذا الريسك هذولا على الريسك هذولا حيديني إيش؟ إذا لما بقول ريسك ريشيو يعني الريشيو بين الناس اللي كانوا متعرضين للفاكتور مثلا بيدخنوا قديش عيو منهم هما بيدخنوا إلى هاي الريشيو، للناس اللي ما كانوش متعرضين للفاكتور ما كانوش بيدخنوا رغم هيك في منهم عدد عي، لكن والله اذا عدد الناس اللي بيعيوا نتيجه انهم هم متعرضين الى الناس اللي ما بيدخ اللي عيوا وهم ما بيدخنوش كان ضعف يعني 2 الى 1، معناه انه التدخين قد يكون ايش قد يكون سبب قد يكون له علاقه. اذا لما بنسميها ميجر اوف اسوسيشن قديش مقدار العلاقه، بتصير تقول لي مقدار العلاقه الضعف ليش؟ لانه طلع 2 الى 1، يعني لو هذول طلعوا 10 هذا الرقم A على A زائد B طلع 10 وهذا الرقم طلع 5، بتقول لي 10 على 5 2 يبقى بتقول لي والله المرض معدل المرض عند الناس اللي بيدخنوا كان 2 الى 1 معدل المرض عند الناس اللي ايش اللي ما بيدخنوش، يبقى من كل 2 مرضى بيدخنوا كان بعية واحد، لكن بيدخنوا كان بعية واحد، لكن من اللي بيدخنوش كان بس واحد بعية. إذن هنا عدد المرضى زيادة عن هدول. تمام؟ هنا بعيوا 2 هنا بعيوا 1. تمام؟ عشان نفهم الموضوع هذا بنشوف إكزامبل بتصير الموضوع يعني أوضح. مثلاً بقول لك أنا في عندي بروسبكتيف ستادي، طلع كيف موضح لك، قال لك بروسبكتيف عشان يقول لك احسب لي الريلاتيف ريسك عشان تفهم إنه أنت بدك تحسب الريلاتيف ريسك. أول ما تسمع بروسبكتيف ستادي بقول بدي أحسب الريلاتيف ريسك. طيب للبريجنت وومن اللي كوليكتد إكستنسيف إنفورميشن أون إكسرسايز ليفل of low risk pregnancy working woman a group of 217 women didn't voluntary or mandatory exercise، هذول 217 مره ما بيعملوش تدريبات. اذا احنا بدنا نشوف الكيس اوف بري تيرم ليبر الناس اللي بيصير معهم اجهاض مبكر ونو كيسز اوف بري تيرم ليبر ما صارش معهم، يعني هنا ديزيز هنا ما صارش مع ديزيز ما عيوش ولا صار عندهم بري تيرم ليبر ولا حاجه. طيب تمام، اذا هنا البري تيرم ليبر هنا يس هنا نو. طيب هنا بيعملوا اكستريم اكسرسايز، احنا بنقول الله يمكن الاكستريم اكسرسايز هو اللي بيخلي الناس تصير البنات هذول او الستات هذول الحوامل يصير عندهم ليبر اجهاض مبكر، وهنا نوت اكسرسايزنج ما بيعملوش اكسرسايز بالمره. تمام؟ اذا هنا اكسبوز يعني بتعرضوا للاكسرسايز، هنا ما بيعملوش. تمام؟ هنا هنا لا. تمام؟ هنا في بري تيرم ليبر، هنا لا نو. تمام؟ قديش طلعوا الناس اللي بيعملوا اكسرسايز كتير وصار عندهم بريتيرم 22، طب بيعملوش اكسرسايز بالمرة وصار عندهم ليبر 18، معاني صارش عندهم ليبر at all رغم انهم بيعملوا كتير اكسرسايز اكستريم اكسرسايز 216، بيعملوش بالمرة اكسرسايز وبرضه ما صارش عندهم ليبر 199. تمام التمام، لو بدي اعمل كايسك وير حعرف اذا في علاقة بين هذا الكلام ولا ما في شيء. تمام، افترض انه احنا عملت ولقيت في علاقه، اجى حد قال لك لو سمحت قديش مقدار العلاقه، بقول له بس بدي احسب لك الار ار الريلاتيف ريسك او الريسك ريشيو عشان اعرف مقدار العلاقه. كيف؟ بتقول له والله الريسك عند هذول يعني هذول على المجموع على كل هذول يعني 22 على 22 زائد 216، 22 على 22 زائد 216 اللي هم 238 على ال 18 على
اللي هو 18 زائد 199 يعني 217. 18 على 217. إذا الرقم هذا كله بيطلع رقم، والرقم هذا كله بيطلع رقم. هذا تقسيم هذا، هذا طلع 0.9 على 0.8 طلع 1.1. 1.1 طلع. لو الرقم طلع 1 يعني هذا الرقم قد الرقم هذا بالضبط، معناه فيش ريشيو، يعني العلاقة 1 إلى 1 يعني ما فيش فرق. لكن 1.1 يعني 1/10 هذا هو الفرق، هذول أكثر من هذول ب1/10. يبقى الناس اللي بتعرضوا للإكسرسايز وبصير عندهم اللي هو بريترم ليبر أكثر 1/10 من الناس هذول اللي ما بيعملوش إكسرسايز وما بصيرش عندهم حاجة. تمام؟ إذن ايش الانتربريتيشن؟ نشوف هنا احنا كمان مره طلعنا حسبنا الحسبه طلع 1/10. ايش الانتربريتيشن؟ قال لك these data indicate that the risk of experiencing preterm labor، انه يصير معها preterm labor، when a woman exercises heavily، لما المراه تعمل اكسرسايز كتير، is 1.1 times as greater as it، يعني 1.1 times اكثر من as it is among women who do not exercise at all، أكثر من الناس اللي ما بيعملوش exercise بالمرة. قديش أكم مرة؟ 1.1 time. يعني الفرق الحقيقي قديش؟ 1/10 بس. ليش؟ لأنه الواحد هتبع أنهم زي ما بعض بيعملوش، لو واحد الفرق بالواحد، 1/10 هذا. تمام؟ لما بدي أحكيها بصيغة التايمز أكم مرة أكتر، بحط نفس الرقم، بقول أكتر 1.1 تايمز. تمام؟ أسهل حاجة عليك عشان أنت لما بدك تعمل interpretation، بكل بساطة بعد ما تعمل relative risk ويطلع معك رقم، بتقول معناه إنه الريسك أو الحدث اللي بيصير هذا الديزيز هذا among اللي هم الإكسبوجر، الناس اللي بتعرضوا إله، أكتر الرقم، وبعدين بتكتب كلمة times among those not exposed، يعني اكثر عند اللي بتعرضوا 1.1 times عن اللي بتعرضوش. هيك بيكون انت عملت ترجمه حقيقيه. اذا هنا كان الريسك اوف اكسبيرينسينج، هاي الريسك اوف اكسبيرينسينج بريترم ليبر، الناس اللي صار عندهم الديزيز، وان اومن اكسرسايز للي بتعرضوا هيفلي، is 1.1 times greater as it is among women who do not exercise، الناس اللي ما بتعرضوش. تمام؟ تمام. إذن طبعا احنا حكينا انه احنا بالاول المفروض انه احنا اصلا قبل ما نحسب relative risk نحسب اذا كان هذا، طبعا انا حسبت العلاقة، هنا حسبت العلاقة وطلع انه 1.1 تايم. طيب هل هذا الكلام يعني الحسبة اللي انت حسبتها لها علاقة ذات دلالة احصائية؟ الكاي برجع بيجاوب لي، الكاي اللي تعلمناه بأول المحاضرة هو برجع بيجاوب لي. إذا الكاي قال في علاقة، بكون الريلاتيف ريسك هذا حقيقي. إذا الكاي قال فيش علاقة، بكون الريلاتيف ريسك أكتر، لكن مش بعلاقة ذات دلالة إحصائية. إذا to know if this relation is statistically significant we need to compute كاي اللي تعلمناه توي عن طريق المعادلة اللي أخذناها. فلو حسبنا لهذه السؤال اللي توي هذا حسبنا له الكاي بالطريقة اللي تعلمناها هيك، حيطلع هذا الرقم ايش؟ طلع 0.2. طيب 0.2 هاي 0.12 سوري. لو بدي اقارن 95% بدي اروح على degree of freedom، فاكرينها اظن 3.84 degree of freedom حكيناها، لانه ايش؟ لانه اللي هو degree of freedom واحد، مش حكينا؟ فبنروح من الجدول بنجيبها، طلعت 3.84 اذا فاكرينها. طلعت هذا الرقم تبع الكاي اقل بكثير من 3.8. اذا في السؤال اللي توي حليناه، رغم انه الريلاتيف ريسك طلع 1.1، الا انه هذا الكلام لم يصل الى او لم يكن له اي دلاله احصائيه. وي كونكلود ذات ان ذا بوبوليشن there may not be an increased risk of experiencing preterm labor when pregnant women exercise heavily. ليش؟ لانه ما طلعش في دلاله احصائيه. طب يا دكتور توي انت بتقول انه في دلاله احصائيه والريسك فاكتور طلع اكثر، الريلاتيف ريسك طلع اعلى، الريلاتيف ريسك طلع اعلى، لكن هذا وين طلع اعلى؟ في العينه تبعتي. طيب لكن انا الاستيميشن اللي بدي اعمله على البوبوليشن الكبير
فعشان اعرف البوبوليشن بروح اعمل الكاي سكوير. ايش طلع الكاي سكوير؟ ما فيش علاقه ذات دلاله احصائيه لانه الكاي سكوير طلع اقل من الكريتيكال فاليو، فبالتالي نو ريليشن. تمام، فبالتالي نو ريليشن، ما طلعش في علاقه. تمام، فبالتالي هذا بينفي الرقم اللي طلع معي الريلاتيف ريسك في البوبوليشن. طلع عندي في العينه اه، لكن في البوبوليشن هذا مالوش دليل احصائي. فعشان هيك انذر مينينج بنقول انه نو ستاتستيكال انفرنس اباوت ذا ريليشن بتوين وومن اكسرسايز اند اكسبيرينسينج بريتيرم. فيش علاقه ذات دلاله احصائيه بين انه الست تعمل اكسرسايز كتير وبين انه انها تجيب او يصير عندها بريتيرم ليبر، رغم انه العينه اللي عملناها طلع فيها الريلاتيف ريسك اعلى، طلع 1.1، يعني انه المفروض انه اعلى باكثر من 1.1 تايمز، لكن هذا الكلام ما طلعش له دلاله احصائيه. مين قال لي ما طلعش؟ اللي الكاي سكوير. اذا احنا بنفهم من الكلام انه انا في الاصل مش مفروض اني اروح اعمل اي اللي هو ميجر اوف اسوسيشن واقيس الريلاتيف ريسك الا اذا عملت الكاي سكوير وطلع عندي انه سيجنيفيكانت. ايش يعني؟ طلع في فرق فعلا او طلع في علاقه بين المتغيرين. اذا طلع في علاقه بين المتغيرين بروح بحسب هذا، لو ما طلعش بقول ما فيش داعي لانه اصلا في شيء علاقه. تمام، ليش؟ لانه لو طلع عندي الار ار زي هيك اكثر من واحد وفيش علاقه، معناها فيش علاقه عن طريق كاي سكوير، معناها ملوش لزوم، يعني معناها فيش علاقه. فبالتالي ما فيش داعي اروح للخطوه الثانيه هاي تبعت الار ار قبل ما اكون حاسب اصلا الكاي. تمام، تمام، لانه الكاي اللي حيدلنا على على العلاقه في البوبوليشن مش في العينه. تمام، تمام. الان زي ما احنا اتعلمنا في المين كيف نحسب بثلاث طرق اللي هي عن طريق التي تيست وعن طريق اللي هو البي فاليو وعن طريق الكونفيدنس انترفال، كمان في اللي هو الريسك ريشيو بنقدر نعرف من الكاي سكوير وبنقدر نعرف من الكونفيدنس انترفال تبعت الريسك ريشيو انه الريسك ريشيو هذا له دلاله احصائيه ولا ما له دلاله احصائيه. تمام، وبرضه فيها هذه استخدام للكاي عن طريق المعادله هاي، بس انا لانه يعني المعادلة سهلة لكن هي فيها استخدام للكاي، فما بديش أغلبكم فيها في الامتحان، بس اعرفوها انه هي انا بجيب اللي هو الكونفيدنس انترفال 95%. ايش بتساوي؟ يعني هذا كله معناه ال 95% كونفيدنس انترفال بتساوي الريسك ريشو اللي طلع عندي 1.1 اس، هذا كله باور 1 بلس ماينس اللي هو الزد تبعت الفا على اللي هي 3.84 على الكاي سكوير، الجذر تبع الكاي سكوير اللي موجود عندي. يعني مثلا في المثال اللي تبع اللي توي كان عندنا 1.1، الار ار كان 1.1 والكاي سكوير لما حسبناه كان 1.27، يعني قربناه ل 1.3 0.13. هيات افرجيكم اياه، هيات توي لما حسبناه طلع هاي 1.274 يعني 0.13. فرحنا احنا استخدمنا هنا الار ار والكاي سكوير، قلنا 1.1 ضرب 1 ناقص 1.96، هذا الرقم ثابت دائما اللي هو الزد، الزد هذا زد تبعت الفا يعني 1.96. كويس، 1.96 على الجذر التربيع تبع الكاي اللي احنا حسبناه طلع رقم. طبعا وكمان لاحظوا انه القانون كان فيه بلس وماينس، احنا عملنا الماينس يعني 1.1 اس 1 ناقص كل الكلام هذا، وكمان 1.1 اس 1 زائد الكلام هذا كله، فهذا طلع لي رقم اللي هو 0.65 وهذا طلع لي رقم 1.86. الان الكونفيدنس انترفال هاي انا مش هجيب لك تحسب في الامتحان،
لكن ممكن جدا اشوفك فاهم ولا لا، اجيب لك ار ار واقول لك الكونفيدنس انترفال تبعته هيو، هذا هذا الار ار بكون ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ولا لا. كيف انت بدك تعرف؟ بدك تطلع في الكونفيدنس انترفال من 0.6 من 10 هيها، من 6 من 65% لا 1.86، هذه بتمر بواحد ولا بتمرش بواحد؟ 6 من 10 7 من 10 8 من 10 9 من 10 1 1 1 من 10 ايه بتمر بواحد. اذا بتمر بواحد معناته فيش علاقه. ليش؟ لانه في احد المراحل معناه انه الريسك ريشيو، مش فاهمين احنا انه الريسك عباره عن ريشيو يعني رقم على رقم، كان بيساوي 5 على 5 مثلا، يعني واحد واحد معناه انه ما فيش علاقه. يبقى في احد المراحل اذا زي ما كنا بنقول في الديفرنس بتوين تو مين، هذا ناقص هذا، اذا كانوا متساويين بيطلع صفر. اذا في التو بوبوليشن كانت بتمر بصفر كنا نقول فيش علاقة. هنا في الريلاتيف ريسك بما انها ريشيو، اذا بتمر بواحد بكون فيش علاقة. عشان هيك هنا we conclude ايش بنقول، since the interval include one، لانه الانترفال هذه بتحتوي على واحد، we conclude that the 0.05 5% level of significance that the population risk may be one، يعني على احتمالية confidence 95% واحتمالية خطأ 5% يمكن الـ risk ratio يطلع واحد. وبالتالي we conclude that in the population there may not be، لا ربما أنه لا ما يكونش فيه، there may not be an increased risk of experiencing preterm labor when pregnant women exercise extensively. اللي حكيناه قبل شوية لما حسبنا الكاي نفس الحاجة، بس هذا من وين عرفناها؟ انه فيش علاقة بين الليبر وبين انه الاكسرسايز السيفير يعني اكسرسايز من الكونفيدنس انترفال عشان بتمر بواحد. نفس الحاجة هناك استخدمنا الكاي، هنا استخدمنا الكونفيدنس انترفال. تمام تمام، هذا كان اللي هو الريلاتيف ريسك واستخداماته في البروسبكتيف ستادي. لكن في الريتروسبكتيف ستادي بنحسب حاجه ثانيه اسمها الاودس ريشيو، ينطبق عليه كل ما تكلمناه على الاودس ريشيو على الريلاتيف ريسك، غير انه طريقه الحساب تبعت الاودس ريشيو بتختلف. اللهم ان نوع الدراسه هنا بتكون ريتروسبكتيف يعني بنرجع لورا، وطريقه الحساب يعني الدراسة بتكونش prospective study retrospective study، وطريقة حساب الأودس اللي هي احتمالية، مش أنا بحسب الريسك، يعني الريسك تبع هدول زي ما احنا فاكرين كان A على A زائد B فاكرين، لكن في الأودس ريشيو بنقول لا A على B، اللي عندهم على اللي ما عندهم، مش الاحتمالية الإيفنت على اللي مش إيفنت، الإيفنت على اللي مش إيفنت. فبالتالي بيطلع الأودس ريشيو A على B على سي على دي. ما عارفين انتوا انه ايه على بي لما بدي اطلع محصلتها في على اللي هو سي على دي، بروح باقلب القسمه الى ضرب، يعني بضرب في اللي هو ايش دي على سي، بقلب هاي سي على دي بقلبها بتصير دي على سي. فايش بتصير؟ بتصير ايه في دي على بي في سي. اذا هاي ايه على بي على سي على دي هي نفسها A في D في على B في C. إذن الأودس ريشيو بكل بساطة إيش بيصير؟ كروس تابينج، يعني أضرب وسطين الطرفين. كيف يعني؟ A في D، A في B عفوا، A عفوا في D، A في D، A في D على C في B، على C في B. إذن بضرب هذا في هذا، نقص بطلع حاجة اسمها الأودس ريشيو. طيب، ولما طلعت الأودس ريشيو بكل بساطة هنحسب هنحكي نفس الكلام، إذا الأودس ريشيو طلع واحد معناه فيش علاقة، إذا الأودس ريشيو طلع أكثر من واحد معناه في علاقة موجبة، إذا الأودس ريشيو طلع أقل من واحد معناه في علاقة بنسميها بروتكتيف، يعني علاقة سالبة نيجاتيف ريليشن شيب، يعني يمكن يكون بروتكتيف فاكتور. زي ايش؟ زي لو قلت لك ناس بياخذوا اسبرين واحتمالية حدوث الام اي عندهم لقيناه طلع 6 من 10، معناه انه احتمالية حدوث الام اي عندهم اقل من واحد، 6 من 10 طلع اقل من واحد. ليش؟ لانه الفاكتور اللي انا بحكي عنه هنا طلع مش ريسك فاكتور، طلع بروتكتيف فاكتور، عامل حماية. تمام، لانه ما بزيدش الخطر للام اي، بقلله. فهمنا؟ إذا لما بيطلع أقل من واحد
less than 1 indicate reduced of the disease، معناه انه المرض بيقل، وهذا الكلام ينطبق على ريلاتيف ريسك برضه، تمام؟ ولما يطلع اكثر من 1 معناه انه الديزيز بيزيد عند الناس اللي بتعرضوا للفاكتور هذا، تمام تمام. اكزامبل نفس اللي عملناه هناك بالضبط، لو كان في عندي اي دراسه في عندي كونتينجنسي تيبل حطلع الاودس ريشيو واللي هو 64 حيصير في 3496 ضرب اللي هو عفوا يعني 64 ضرب 3496 تقسيم اللي هو 68 ضرب اللي هو 342 حيطلع رقم اللي هو هذا الرقم. الان هذا الرقم 9 عالي كثير، واحد بيقول له اوه معناه انه اكيد الناس اللي بتعرضوا ل ايش الحاله هنا اللي هو اوبوزيتي ستيتس وسموك دون ان سموك، هنا انه يصير ناصح وانه يدخن او ما يدخنش، معناه انه اللي بيتعرضوا للتدخين بتصير عندهم السمنه 9 مرات 9.62 تايمز، فاكرين هيو ها هيو كاتب لك وي سي ذات obese children are 9.6 تايمز كويس as non obese children. سهل الموضوع تمام، لكن مش عارفين اذا هذا الكلام له دلاله احصائيه ولا لا. كيف بنعرف بالكاي سكوير؟ بنحسب الكاي، اذا طلع الكاي مربع كاي طلع كبير والله 217 كبير، يبقى فعلا الكلام صحيح. فمعناه اذا طلع الكاي سكوير كبير معناه انه دو دلاله احصائيه، معناه انه الرقم هذا فعلا في البوبوليشن هو هيك الوضع. اذا ترجمته انه في الانتربريتيشن تبعتنا وي سي ذات اوبيز تشيلدرن اللي هم الكيسز ار 9.6 0.62 times as likely as non-obese children اللي هم non-cases to have had a mother who smoked through the pregnancy. طبعا هي هذا باقي الدراسة انه نشوف مين الطفل اللي بده ينولد obese وامه بتدخن او ما بتدخنش، امه smoked throughout يعني خلال الحمل ولا never smoked، تمام؟ فلقينا انه الobese بيطلع مع التسع مرات اكتر، الاولاد اللي بيطلعوا ناصحين 9 مرات اكثر من اللي هم مع اللي امياتهم بدخنوا، يعني 9 مرات اكثر من اللي امياتهم بدخنوش. اذا الاوبيزيتي among children عند السموكر ماذرز الاميات اللي بدخنوا طلعت 9 مرات اكثر من الايش من اللي ما بدخنوش، تمام تمام. إذن والكاي سكوير زي ما شفنا استخدمناه وطلع رقم كبير، وهذا معناه أنه كان في there is a statistical inference about the relation between smoked mother in pregnancy and obese children، في علاقة فعلا بين أنها الست تكون بتدخن وابنها يطلع obese. لكن هذا الكلام مش في العينة، في البوبوليشن. كيف عرفت في البوبوليشن؟ عشان الكاي سكوير طلع كتير عالي اكثر من السيجنيفيكانت ريزلت تبعت الكاي، تمام. لكن لو طلع هذا الكاي قليل بكون في العينه طلع الاودس ريشيو هيك، لكن هذا لا ينطبق على البوبوليشن، مفهوم؟ هذا هو الاودس ريشيو. وطبعا برضو نستطيع ان نحكم على الاودس ريشيو من خلال كونفيدنس انترفال، نفس اللي حكيناه بالضبط على الريلاتيف ريسك. الكونفيدنس انترفال يجب الا تمر في 1، لو كانت بتمر في 1 معناها فيش علاقه. هنا طلعت بنفس طريقه الحسبه من 7.12 ل 13، هذا السبعة اكبر من 1 وال 7 8 9 ل 13 بتمرش ب 1 ابدا، يبقى وي كونكلود ذات ذا بوبوليشن اللي هو in the population انا بحكي على population obese children are more likely than non-obese children to have had a mother who smoked throughout the pregnancy، تمام. احنا هيك بنكون خلصنا الكاي سكوير وشفنا الريلاتيف ريسك كيف بنحسبه في البروسبكتيف ستدي، وشفنا الاودس ريشيو كيف بنحسب في الاودس في الريتروسبكتيف ستاديز، وشفنا كمان الكونفيدنس انترفال للريلاتيف ريسك والاودس ريشيو كيف بنحكم من خلالها على اللي هو على الاودس ريشيو والريلاتيف ريسك. المنتل هانسل هذا مش حيكون معكم، حنزل لكم اكسرسايزات ان شاء الله رب العالمين. المنتل هانسل هذا حاجه متقدمه ما فيش داعي لها.
فان شاء الله حنزل لكم اللي هو اكسرسايز في الكاي سكوير والريلاتيف ريسك والاودس ريشيو مع بعض، ونديكم وقت كويس عشان تحلوا عليهم تمارين كتير وتتدربوا عليهم عشان حيكون في منهم اسئله كتير في الامتحان. يعطيكم العافيه.